بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 91. أيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذه الآيات ماضية في سياق ما تقدم به بنو إسرائيل إلى نبيهم في أن يختار لهم ملكا يقودهم للقتال في سبيل الله، وأنه لما تم ذلك اختار الله لهم رجلا من خيارهم وأقدرهم على القيادة اعترضوا عليه، كشأنهم دائما في الاعتراضات على أحكام الله وعلى رسل الله. هذه طبيعة بني إسرائيل،
قال الله جل وعلا: وقال لهم نبيهم، أي النبي الذي كان موجودا في عصرهم، لأن الله جل وعلا جعل في بني إسرائيل أنبياء يخلف بعضهم بعضا من بعد موسى عليه السلام إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو آخر أنبياء بني إسرائيل. كلما هلك نبي خلفه نبي رحمة من الله بهم، لأن الأنبياء رحمة، رحمة للأمة. فقالوا لنبيهم الذي كان موجودا فيهم في ذلك الزمان: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيلنا. هم الذين طلبوا هذا، هم الذين طلبوا أن يختار لهم نبيهم ملكا يقودهم ليقاتلوا في سبيل الله. وكما أسلفنا أن هذا فيه دليل على أن الجهاد من صلاحيات ولاة الأمور، وأنهم هم الذين يتولونه وينظمونه ويأمرون به، كما كان في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان هو الذي ينظم الجهاد وينظم الجيوش السرايا، وأحيانا يقودها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يختار من يقود هذه الجيوش وهذه السرايا نيابة عنه. هذا دليل على أن أمر الجهاد من اختصاص ولاة أمور المسلمين، هم الذين يأمرون به وهم الذين ينظمون الجيوش ويؤمرون عليها الأمراء. هذه شريعة مستقرة من عهد بني إسرائيل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين في وقتنا هذا يخلون بهذا الأمر، كل منهم يريد أن يذهب للجهاد بدون أمر ولي الأمر الذي هو تحت ولايته، أن هذه فوضى وخلاف ما شرعه الله سبحانه وتعالى ولا تؤدي إلى نتيجة. هذه فوضى لا تؤدي إلى نتيجة، بل تؤدي إلى ضرر بالمسلمين كما هو الحاصل. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت. شوف، ما قال أنا اخترت لكم، بل قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فهذا من الله سبحانه وتعالى، وكان الواجب عليهم أن يمتثلوا، حتى ولو كان الذي اختاره نبيهم تجب عليهم طاعة النبي عليه السلام، لكن اختاره الله من أجل أن يقطع مغالطتهم وكبرياءهم. إن الله قد بعث، أي أرسل لكم طالوت، وهذا اسم رجل من بني إسرائيل، ملكا يعني قائدا للقتال. وكان في بني إسرائيل الملك في سبط من أسباطهم، والرسالة والنبوة في سبط آخر،
لأنهم كما قال الله جل وعلا: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، لأن أولاد يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل أولاده 12، كل ولد، كل ابن من أبناء يعقوب صار له ذرية يسمون الأسباط. وكان فيهم ملوك وفيهم أنبياء. الملك في سبط يعني في قبيلة، والنبوة في قبيلة أخرى. فلما اختار الله طالوت وهو لم يكن من بيت ملك عندهم تعجبوا، طالوت لم يكن من بيت ملك، ولذلك قالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ كيف استحق أنه يكون ملك وهو ليس من بيت ملك؟ هذا أول اعتراض حصل منهم. واعتراض على ماذا؟ على ما اختاره الله سبحانه وتعالى. هذا مما يدلكم على مما يدلكم على تعنت بني إسرائيل. أنى يكون له الملك علينا؟ الاعتراض الثاني: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ الاعتراض الثاني: أنى يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه؟ الاعتراض الثاني: ولم يؤت سعة من المال، يعني أنه فقير، فهو ليس من بيت ملك، وأيضا هو فقير، وهم يحتقرون الفقراء وإنما ينظرون إلى الأغنياء، لأن نظرتهم دنيوية مادية، لا ينظرون إلى دين الرجل وعلاقته بالله سبحانه وتعالى، وإنما ينظرون إلى المادة والمال. ولم يؤت سعة من المال. فرد نبيهم عليهم بقوله: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره، ما كان لكم حق الاعتراض، إن الله اصطفاه عليكم. وما دام الله اصطفاه فهو أعلم سبحانه وتعالى، لأنه يستحق. لا يمكن أن الله يختار رجلا لا يستحق، هذا طعن في اختيار الله عز وجل. ولكن هذا لا يستغرب على بني إسرائيل، وما زالوا على هذا التنطع والاعتراضات الباردة، ما زالوا على هذا الخلق الذميم. إن الله اصطفاه عليكم، ما دام الله اصطفاه فليس لأحد كلام، الواجب عليكم السمع والطاعة. هذه ميزة، اصطفاء الله له. الميزة الثانية: وزاده بسطة في العلم والجسم. زاده بسطة يعني سعة، سعة في العلم، عنده علم واسع، والعالم أفضل من الجاهل، والعالم يجب احترامه والاستفادة منه ومن علمه، فهو عنده علم واسع ليس عند بني إسرائيل، فهو أفضلهم علما، فهذا فيه منزلة العلم، وأن العالم له منزلة عند الله جل وعلا وعند المؤمنين، يحترمونه ويستفيدون منه ويقتدون به إذا كان عالما عاملا بعلمه، عالما ربانيا، فله الفضل على غيره. وزاده بسطة في العلم وبسطة في الجسم، أعطاه الله جسما قويا، فهذا من مؤهلات القيادة، العلم
والجسامة، فإن طالوت كان قوي الجسم مرتفع القامة، وهذا مما يمتاز به، لأن الحرب تحتاج إلى قائد قوي، قوي في جسمه وقوي في علمه ورأيه وتدبيره، وهذه صفات متوفرة في هذا الملك الذي اختاره الله جل وعلا. أما ضعيف الجسم هذا لا يصلح للقيادة، لأنه لا يقوى على خوض المعارك، وأيضا لا يصمد أمام الحروب. أما إذا كان قويا في جسمه، قويا في رأيه، فهذا هو الذي يصلح للقيادة، وهذا متوفر في طالوت، وزاده بسطة في العلم، وقدم العلم، لأن العلم هو الأساس، هو الأساس، قدم سعة العلم على سعة الجسم، فإذا اجتمع الأمران سعة العلم وسعة الجسم فإنها تمت فيه ميزات القيادة. فالذي ليس عنده علم لا يصلح للقيادة، والذي عنده علم وليس عنده قوة جسم ورأي لا يصلح للقيادة. لا بد أن يكون القائد تتوفر فيه هذه الصفات، وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء. أنتم تقولون الملك خاص ببيت من بيوت بني إسرائيل، لا، الملك بيد الله جل وعلا، يعطيه من يشاء، كما قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك لله، يؤتيه من يشاء ممن يقوم بأمر الله ويقود الناس إلى عبادة الله وإلى الدين، ولا يعلم هذه الصفات في الخلق إلا الله جل وعلا، فهو يختار لها من عباده من تتوفر فيه صفات الملكية. والله يؤتي ملكه من يشاء، هذا جواب عن اعتراضهم بقولهم أن له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، كأنهم يعني مالكين هذا الشيء، كأنه ملك لهم لا يتغير ولا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بحسب حكمته سبحانه وعلمه بما يصلح للعباد. والله واسع عليم، هذا أيضا جواب آخر أوسع، والله واسع، واسع الفضل سبحانه وتعالى، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فالله واسع الفضل، لا يقصر فضله على طائفة أو على بيت أو على بشر واحد، بل فضله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. وأيضا هو عليم، واسع العلم، يضع الأمور في مواضعها التي تستحقها، ما يضع الأمور في المواضع التي لا تصلح، لا يضع الأمور إلا في المواضع التي يعلم سبحانه أنها صالحة،
فلا اعتراض على اصطفاء الله واختياره سبحانه وتعالى. وليس الملك ملكا لأحد معين لا يزول عنه أبدا، أو لبيت معين لا يزول أبدا، بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتي ملكه من يشاء. لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. وقال لهم نبيهم أيضا إن آية ملكه، الآية العلامة، الآية هي العلامة الدالة على الشيء. إن آية ملكه أي علامة ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. التابوت هو الصندوق، التابوت هو الصندوق، وكان عندهم صندوق من عهد موسى عليه السلام فيه شيء من آثار موسى، يقال إن فيه عصاه عليه الصلاة والسلام، فيه عصاه وفيه ثوبه وفيه شيء من ألواح التوراة، وكان هذا الصندوق عند بني إسرائيل يحتفظون به وينتفعون من ورائه. فسلبه منهم عدوهم، سلبه الكفار منهم وأخذوه، أخذوا هذا التابوت الذي كان عندهم يحتفظون به ولهم نفع انتفاع به، سلبه عدوهم. ثم إن الله رده عليهم، رده على هذا الملك الذي هو طالوت، رده عليه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، والسكينة هي الطمأنينة. إذا كان عندهم هذا الصندوق صار عندهم طمأنينة وهدوء، لأن هذا الصندوق فيه خاصية جعلها الله فيه، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآلها، أي موسى وهارون، كما ذكر إن فيه شيء من التوراة، من ألواح التوراة التي كتبها الله بيده وأعطاها لكليمه موسى عليه السلام، وفيه عصا موسى التي كان يضرب بها الحجر فينفجر ويضرب بها البحر فيتجمد. فرده الله على هذا الملك، فدل على أنه ملك، فهذه آية على صحة ملكه، تحمله الملائكة، ما جاء يحمله أحد أو دواب أو بشر، وإنما جاءت به الملائكة ووضعته عند هذا الملك، تحمله الملائكة تشريفا له. فهذا من بركات هذا الملك، وأول منافع هذا الملك أن الله رد عليهم بسببه هذا التابوت الذي فقدوه، وكان له مكانة عندهم. فهذا أول بركات هذا الملك ومنافع هذا الملك، ورد التابوت إليه علامة على أنه، أن الله اختاره، أن الله اختاره. فرد التابوت معجزة للنبي، لنبي بني إسرائيل، وكرامة لهذا الملك، معجزة لنبيهم وكرامة لملكهم، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، التابوت الذي فقدتموه
وأخذه الأعداء، وهذا أول النصر، هذا أول النصر. بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك أي رجوع التابوت لآية لكم، أي علامة على صحة اختيار هذا الملك، وأنه ملك حق من عند الله عز وجل، أن الله هو الذي اختاره. لآية لكم أي علامة على صحة اختيار هذا الملك، وأن اختياره من الله، بدليل أن الله رد التابوت عليه. لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تصدقون بالآيات والمعجزات والكرامات، فهذه آية ومعجزة. فالذي لا يؤمن بالمعجزات هذا ليس بمؤمن بالله عز وجل، فدل على أن الذي ينكر المعجزات، معجزات الأنبياء أو كرامات الأولياء، أنه ليس بمؤمن. لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وكما أسلفنا في هذا دليل على أن الجهاد ليس خاصا بهذه الأمة المحمدية، بل هو في الشرائع السابقة من عهد موسى عليه السلام حين خرج بقومه من مصر إلى بيت المقدس ليخلصها من الكفار، فدل على أن الجهاد شريعة قديمة، لا كما يقوله أهل الضلال والمغرضون واليهود والنصارى إن الإسلام دين قتال وسفك دماء، وينكرون أن الجهاد كان مفروضا عليهم من قبل. الجهاد شريعة قديمة لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وإبطال الشرك والكفر، وليس هو في هذه الأمة المحمدية فقط، بل هو من قبلهم. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود، فصل يعني خرج من البلد، انتهى الأمر، ترتب الجيش والقيادة، خرج بهم من البلد، خرج بالجيش من البلد، ولكن مع هذا لم يثق بهذا الجيش، لأن فيه دخل وفيه خور وفيه جبن وفيه ضعف، والجهاد ما يصلح له الجبان والرعديد والمنافق وضعيف الرأي، ما يصلح للجهاد. فلذلك أجرى الله عليهم امتحانا يميز الصادق الصابر القوي من الضعيف الرعديد الجبان الذي لا يصلح للجهاد. قالوا: وهذا فيه دليل على أن قائد الجيش ينظر فيه إذا خرج من البلد واجتمع حوله الجيش، ينظر فيه فيمنع المخذل ويمنع المرجف، لا يمكنه من الخروج مع الجيش، لأنه يثبط الهمم ويخوف الناس، كما قال الله تعالى في المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فالله منع المنافقين من الخروج مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم فيهم شر، لو خرجوا مع الجيش لأثروا على ضعاف العقول وضعاف الإيمان، وفيكم سماعون لهم، يسمعون كلامهم وتأثرون بكلامهم، الله منعهم. فكذلك طالوت أراد أن يمحص هذا الجيش،
لأنه سيلقى عدوا عاتيا قويا ما يصلح أن يقابله بجبن ورعاديد وضعفاء، ما يصلح. لذلك أجر الله على يده هذا الاختبار، قال إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر، ستمرون بنهر بنهر، قيل إنه حول الأردن، نهر حول الأردن، إن الله مبتليكم بنهر، نهر عذب، ويصيبهم العطش إذا مروا عليه من الابتلاء والامتحان، يصيبهم عطش شديد، فإذا مروا بالنهر إن الله مبتليكم بنار، فمن شرب منه فليس مني، يعني هذا دليل على أنه ما يصبر، ومن لم يطعمه فإنه مني، هذا دليل على صبره، اللي صبر على العطش وعلى الظمأ هذا دليل على صبره وتحمله، إذا صبر على العطش وعلى الظمأ سيصبر على القتال. إن الله مبتليكم بنهر يعترض طريقكم وأنتم عطشى شديدي العطش، فمن شرب منه فليس مني، تبرأ منه ولا يصلح يصحبنا للجهاد، ومن لم يطعمه يعني يذقه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة، رخص لهم في غرفة فقط ولا يزيدون، إلا من اغترف غرفة بيده. فلما مروا على النهر ما الذي حصل؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم، شربوا ما صبروا إلا قليلا منهم، هم الذين صبروا، صبروا على الظمأ وامتنعوا من الشرب لأنهم يعلمون إن هذا ابتلاء وامتحان، فصبروا على الظمأ ولم يشربوا وهم عطشة، فشربوا منه، شرب الكثير منهم والقليل لم يشربوا. إذن تبين الصالح للجهاد من غير الصالح، صار الكثير من هذا الجيش لا يصلح، والقليل هو الذي يصلح إلا قليلا منه. فالذين شربوا ردهم، والذين لم يشربوا اختارهم معه، فلما جاوزه جا يعني جاوز النهر تعداه، هو والذين آمنوا معه، الذين لم يشربوا وصبروا وهم قلة، قلة لكنهم كثيرون بالعزم والقوة والصبر. والشاعر يقول: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا، فهم إن كانوا قلة إلا أن الواحد منهم عن ألف. لما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. جالوت ملك جبار ومعه جيوش جبارة ومعه أسلحة ومعه، وهؤلاء قلة. لا طاقة لنا اليوم بجالوت الذي هو ملك الكفار وجنوده، خافوا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الذين صبروا، الذين صبروا وعزموا على الجهاد، قال الذين يظنون يعني يتيقنون، الظن يطلق على اليقين أحيانا، فقوله يظنون أي يتيقنون، كما في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أي يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فالظن يطلق أحيانا ويراد به اليقين، أما في الغالب فالظن دون اليقين. الظن هو التردد بين أمرين، التردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر، هذا هو الظن، تردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر، أما إذا تساوى الأمران فهذا شك، فالشك هو التردد بين أمرين ليس أحدهما أرجح من الآخر، أما الظن فهو يكون أحد الأمرين أرجح من الآخر، وهذا ليس مرادا هنا، المراد هنا اليقين الذي ليس فيه تردد. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله في اليوم الآخر، ملاقوا الله في اليوم الآخر بعد البعث، الإنسان إذا آمن بالبعث
هان عليه كل شيء في هذه الدنيا، إنما يتخوف الذي عنده ضعف في الإيمان بالبعث. اللي عنده ضعف في الإيمان هو اللي يتخوف، أما الذي عنده قوة إيمان بالبعث ولقاء الله فإنه لا يهمه شيء في هذه الدنيا أبدا، لأنه يريد الآخرة، ما هو يريد الدنيا ولا يريد الحياة، يريد الآخرة والجنة بأي ثمن وبأي سبيل، هذا قصده. والحياة عنده في سبيل الله ما هي بشيء، الشهادة عنده أغلى من الحياة لقوة إيمانه. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني لا يهمكم القلة والكثرة، ولكن انظروا إلى الإيمان الذي في قلوبكم واليقين الذي في قلوبكم، فإن كان عندكم إيمان بالله فإن الله سيكون معكم، إن كان عندكم صبر فإن الله سيكون معكم. قال تعالى إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، فالله مع الصابرين، المعية الخاصة، معية النصر والتأييد. ويقول جل وعلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فليست العبرة بالقلة والكثرة، إنما العبرة باليقين والصبر في اللقاء، فمن صبر احتسابا لوجه الله فإن الله معهم ولو كانوا قليلين. كم من فئة قليلة محتسبة صابرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. شوف، والله مع الصابرين، هذه المعية الخاصة، معية النصر والتأييد، فالعبرة بالصبر وليست العبرة بالكثرة، العبرة بالصبر. قد يكون الناس كثيرين ولكنهم لا يصبرون، فلا فائدة من كثرتهم. قد يكونوا قليلين يكون الله معهم، يكون النصر لهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وهذا حصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. لقد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، كثرهم مرتين رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نصر الله المسلمين يوم بدر وهم 310، والكفار يزيدون على 1000 ومعهم قوة ومعهم أسلحة، والمسلمون ما معهم إلا قليل، 310 يقابلون أكثر من 1000، ونصرهم الله عز وجل لأنهم صابرون موقنون بالله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا فيه أن المسلمين يجب أن يوطنوا أنفسهم عند اللقاء، أن يوطنوا أنفسهم ولا يصيبهم الخوف أو الرعب، بل يكونون موطنين أنفسهم لأنهم في سبيل الله عز وجل، إن قتلوا فهم شهداء وإن نصرهم الله عادوا بالنصر، فهم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الصبر وإما النصر، إحدى الحسنيين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أي بقضاء الله وقدره، الإذن المراد به هنا القضاء والقدر، والله مع الصابرين. الله ليس مع الكثيرين الذين ليسوا على دين ولا على حق، ليس الله معهم بالنصر، ليس معهم بالنصر، وإن كان معهم بالإحاطة، الله محيط بكل شيء، ولكنه ليس معهم المعية الخاصة التي هي معية النصر والتأييد، والله مع الصابرين. ولما وصلت القضية وصلت الآن، ولما برزوا لجالوت وجنوده، تقابل الجيشان، ولما برزوا لجالوت وجنوده توجهوا إلى الله عز وجل، توجهوا إلى الله بالدعاء، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك وأمدنا بالصبر حتى نجالد هذا العدو الجبار، ربنا أفرغ علينا صبرا حتى نجالد هذا العدو الذي هو أقوى منا،
وثبت أقدامنا فلا يفر منا أحد ولا ينهزم منا أحد. ثبت أقدامنا ما يتزحزحون عن مواقفهم ولو أصابتهم الجراح ما يتزحزحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا اثبتوا لا تتزحزحون أو تدبرون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار بل اثبتوا. ولذلك كان الصحابة ما تقع الجراح إلا في وجوههم ما تقع في أدبارهم أبدا، الجراح تقع في وجوههم وما استقبل من أجسادهم لأنهم ثابتون ويتلقون السهام والجراح وهم وما يتغير عن مكانه ولا ينهزم أبدا. ولهذا يقول الشاعر لا يقطع الطعن إلا في نحورهم، يصف الصحابة يقول لا يقطع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل، ما لهم عن حياض الموت تهليل، ما يتضعضعون أبدا. هذا سبب للنصر، الثبات سبب للنصر. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، هذا دليل على أن النصر من الله جل وعلا، النصر من الله، طلبوا من الله النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء الله وأعداء دينه، وصفوهم بالكفر لأنهم الكافر عدو لله ولدينه ولرسله ولعباده المؤمنين. فهم طلبوا من الله أن ينصر المؤمنين الصادقين على الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا كانت النتيجة بعد هالامتحانات وبعد هالمشاق وهالمواقف الصعبة لما صدقوا مع الله وثبتوا في لقاء العدو؟ فهزموهم بإذن الله، هزموهم بإذن الله، هزم قوم طالوت، هزموا جالوت وجنوده مع قلة المسلمين وكثرة الكفار، هزموهم بأي شيء؟ بقوتهم؟ لا، بإذن الله، بإذن الله، لأن الله مع الصابرين. هزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، داود كان في جيش طالوت، كان جندي، كان داود جنديا في جيش طالوت، فظفر داود بقتل جالوت الملك، رماه بحجر في رأسه فقتله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، انتقل الملك من طالوت إلى داود عليه السلام في هذه الوقعة. والله يؤتي ملكه من يشاء، لما قتل هذا الجبار فإن الله أعطاه الملك وأعطاه النبوة، أعطاه الملك وأعطاه النبوة، جمع له بين الأمرين. شوف، كان في بني إسرائيل الملك في سبط من أسباطهم، والنبوة في سبط آخر، داود جمع الله له الأمرين، مثل ابنه سليمان عليه السلام، جمع الله له النبوة والملك، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذا نتيجة الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن داود عليه السلام لما صدق مع الله وثبت وقتل طاغية الكفار شكر الله له ذلك وأعطاه الملك والنبوة. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، هذه نتيجة الصبر والصدق مع الله سبحانه وتعالى والثبات في مواقف الجهاد ولا سيما في أحرج المواقف. ثم قال جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا أن الله شرع الجهاد، لولا أن الله شرع الجهاد في سبيله لفسدت الأرض، تسلط الكفار على المسلمين ونشروا الكفر والإلحاد. فالجهاد هو سنام الإسلام وهو عز الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا بأمرين، الجهاد، الدعوة والجهاد، الدعوة والجهاد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا الله شرع الجهاد لا عثى الكفار والمفسدون في الأرض
فسادا ونشروا كفرهم وإلحادهم وبغيهم، ولكن الجهاد يقف حائلا بينهم وبين ما يريدون. إذا ترك المسلمون الجهاد انساح الكفار في البلاد وأفسدوها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ومن فضله سبحانه أنه شرع الجهاد في سبيله ووعد بالنصر لمن صدق معه سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالنصر بيد الله، ولا يؤتيه إلا من يستحقه ممن يقوم بالجهاد في سبيله ونشر الدين وإعلاء كلمة الله ودحض الكفر والكفرة والأشرار. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وكذلك من حكمة الله أنه يدفع الناس بعضهم ببعض، الكفار يدفع الله بعضهم ببعض، الدول يدفع الله بعضهم ببعض، ولو أن دولة انفردت بالقوة لأفسدت في الأرض، لكن يجعل الله دولة أخرى معها قوة تقابلها ولو كانوا كفارا يدفع بعضهم بعض. أما إذا انفردت دولة كافرة بالقوة في الأرض فإنها تفسد، كما هو الحاصل الآن لما تضعضعت الدول ولم يبقى إلا دولة عاتية وهي أمريكا. ماذا ترون الآن من الفساد في الأرض؟ هذه حكمة الله جل وعلا، يدفع الله الناس بعضهم ببعض، يدفع الكفار بالمسلمين والجهاد في سبيل الله، ويدفع الكفار بعضهم ببعض. هذه حكمة من الله جل وعلا. ولولا دفع الله الناس، وفي قراءة لولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفي الآية الأخرى لهدمت صوامع وبيوت العبادة. الصوامع للنصارى، هدم الصوامع وبيع وهي معابد اليهود والنصارى أيضا، لهدمت صوامع وبيع وصلوات. الصلوات أيضا من عند النصارى وعند اليهود عباداتهم تسمى صلوات. ومساجد وهي للمسلمين، يعني دمرت أماكن العبادة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم منع المسلمين أنهم يهدمون الكنائس ويهدمون البيع التي يعبد، ما يتعرضون البيوت العبادة، ما يتعرضون لها. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه هي الحكمة من الجهاد في سبيل الله. ليس المراد بالجهاد في سبيل الله الاستيلاء على البلاد وأخذ الأموال واسترقاق الأنفس، ليس هذا هو، هذا تابع، هذه أمور تابعة. لكن القصد من الجهاد هو إعلاء كلمة الله وإخماد الكفر، هذا هو القصد، ودفع الظلمة والطواغيت، هذا هو القصد. الذين يصدون عن سبيل الله ويتسلطون على الناس ويصدونهم عن الإسلام وعن الدخول في الإسلام ويهددونهم، ماذا حصل من الكفار في مكة مع المسلمين قبل الهجرة؟ ولما شرع الجهاد ما الذي حصل؟ تغيرت الموازين، صارت الكفة مع المسلمين وانهزم الكفار. بسبب أي شيء؟ الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد له مقام عظيم في الإسلام، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم سنام الإسلام، وبعض العلماء يقول إنه الركن السادس من أركان الإسلام. ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم قال جل وعلا: تلك آيات الله، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. ما ذكره الله في سورة البقرة من أحوال بني إسرائيل من أول السورة إلى هذا الموضع، هذا من آيات الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عايش
تلك الأزمنة ولا شاهد هذه الحوادث، ما شاهدها ولا عايشها، وليس هو يقرأ ويكتب حتى يقال أنه يقرأ في التواريخ ويقرأ. أمي ما تعلم ولا يكتب ولا يقرأ، ومع هذا يقص هذا القصص كأنه مشاهد له. لماذا؟ لأن الله أوحاه إليه، هذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولكن هذا وحي من الله عز وجل، هذا وحي من الله أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقصه على بني إسرائيل، قص عليهم تاريخهم الذي يعرفونه ولم يخطي منه شيئا. هذا دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ما موسى، محمد صلى الله عليه وسلم ما حضر موسى ولا حضر الأنبياء من قبله. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة منا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبله لعلهم يتذكرون. فهو يخبر عن الغيوب الماضية كأنه حاضرها، ويخبر عن الغيوب المستقبلة أيضا قبل أن تقع. ما هم من عنده ذا، هو رجل أمي ما يقرأ ولا يكتب، لكنه من عند الله، علمه الله إياه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الله هو الذي علمه سبحانه وتعالى. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه الآيات وهذه معجزات تدل على أنك من المرسلين، أكد الله ذلك بقوله وإنك لمن المرسلين. هذه شهادة من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، وكفى بالله شهيدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: في بلادنا بعض الشباب الملتزم يتحدث عن ظهور المهدي المنتظر ويؤكدون أنهم رأوه في بلد من بلاد الشام، وسوف يبقى 40 سنة في الحج القادم وتكون البيعة، هل هذا الكلام صحيح وما تعليقكم جزاكم الله خيرا؟ هذا من التلبيس والتضليل. المهدي إذا خرج يخرج في وقته، لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون. ما يجوز للإنسان يستعجل بالأمور ويلبس على الناس. المهدي له علامات وله وقت معين يظهر فيه، والله أعلم بذلك. فلا يجوز للإنسان أنه يستعجل الأمور قبل أن تقع ويقول هذه ويقول بلا علم. المهدي إذا ظهر اتضح، أما أنه قال هذا المهدي وهذا وهذا، هذا كله من الكذب والافتراء والتلبيس على الناس. نعم. يقول: في كثير من بلاد المسلمين وقع فهم خاطئ لحقيقة أن رحمة الله وسعت كل شيء، فبات لا يستجيب الإنسان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخوض في كل ما هو محرم، حتى إذا بلغ من العمر الشيخوخة جاء إلى بيت الله الحرام يبكي ويتذلل ويتعلق بأستار الكعبة في حج أو عمرة، ثم يعود إلى بلده راضيا مطمئنا أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وينقل هذا المفهوم إلى أبنائه من بعده، ما تعليقكم جزاكم الله خير؟ أولا، لا يجوز للإنسان أنه يخوض في أشياء لا يعلمها ولا يعرفها، هذا حرام، هذا من القول على الله وعلى رسوله بغير علم.
والكذب على الله وعلى رسوله هو أعظم الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. لا يجوز للإنسان يتقي الله عز وجل ولا يتكلم في أمور العلم وهو جاهل، لا بد أن يتعلم العلم الصحيح، وإذا تعلم فإنه سيمسك لسانه ويخاف من الله عز وجل، ولا يتحدث إلا بشيء له مصلحة فيه وللناس فيه مصلحة، ويسكت عما ليس للناس فيه مصلحة، ولا يدخل فيما لا يعنيه. أما ثانيا فالله يتوب على من تاب، إذا جاء تائبا وطاف بالبيت وأدى الحج أو العمرة تائبا فالله يقبل التوبة عن عباده. لكن الدليل على صحة التوبة إصلاح العمل بعدها، هل هو إذا رجع يصلح عمله ويتوب إلى الله ويحافظ على الصلوات الخمس ويحافظ على فرائض الله ويتجنب محارم الله، هذا دليل على صدق توبته. أما أنه يقول تبت وقبل الله توبتي ثم يرجع إلى الذنوب والمعاصي، هذا دليل على أنه كذاب وأن الله لم يقبل توبته. إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا وأصلحوا، ما هو تابوا فقط، أصلحوا أعمالهم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فإذا كان إذا رجع إلى بلاده إذا تائب مقبل على الله محافظ على الفرائض ومتجنب لمحارم الله، هذا الدليل على صدقه والله يقبل التوبة عن عباده. أما إذا كان جاء وحج ويظن أن الحج كفر عنه كل ما حصل وكل ما يحصل في المستقبل، هذا من الغرور والجهل وخداع الشيطان. نعم. شخص اشترى مزرعة بقرض الربوي. نعم. ما اشترى مزرعة بقرض الربوي، ما حكم أن يسكن أخوه معه في هذه المزرعة، وهل يأثم أخوه إذا سكن معه؟ إن كان تاب إلى الله من الربا، تاب إلى الله من الربا ولا يعود له، يسكن معه. أما إذا كان مصر على الربا لا يجوز له أنه يسكن معه. نعم. ما حكم اقتناء لعب للأطفال في المنزل، خاصة إذا كانت على هيئة مجسمات للإنسان والحيوان؟ ما يجوز اقتناء الصور، صور ذوات الأرواح، والمجسمة أشد، ما يجوز اقتناء الصور المجسمة ولا المرسومة على الأوراق أو الملتقطة بالآلة الفوتوغرافية، ما يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأمر بطمس الصور، قال لا تدع صورة إلا طمستها. ولما رأى عائشة رضي الله عنها سترت سهوة في الجدار بقرام فيه تصاوير امتنع من الدخول صلى الله عليه وسلم.